مشاهدينا الاعزاء مستمعينا الافاضل، الان الاستاذ الرياضي والزميل محمد فضل الله. الو ابو سماء، تحيه لك وتحيه المستشفى لقناه النيل الازرق والزملاء الاعزاء في العمل. صباح الخير عليك محمد، كيف اخباركم؟ تمام، انت كيف رايك؟ لا الحمد لله، والله كله تمام. ما عندك بطل ممتحن ولا اموره ممتحنه؟ ايوه عندنا شابه امتحنت على، نتمنى لها التوفيق ان شاء الله يا رب. والليله بدات ريج يعني، ونتمنى للمتحنين كلهم التوفيق والنجاح والسداد يعني ان شاء الله يا رب. الصعبه دي والكورونا والغلا والحاجات دي ان شاء الله ربنا يدي العافيه، ويعني من الاوائل نسمع اسمك ويسمع في اعلان النتيجه ان شاء الله، ربنا يوفقهم جميعا باذن الله تعالى ان شاء الله يا رب. تفضل. المنتخب الوطني طبعا نبدا به الليله لاعب الساعه 7 مباراه مع المنتخب الليبي، ودي مباراه طبعا مهمه جدا، هي مباراه فاصله بتاهل لنهائيات مونديال العرب اللي هو حيكون في شهر 11 في الدوحه القطريه. بطوله كاس العرب طبعا دي التنسيق بين الفيفا والاتحاد العربي وقطر عشان يجربوا ملاعب قطر في المونديال وتنظيمه للبطولة، وبالتالي في 9 منتخبات أصلا اتأهلت سلفا للنهائيات دي، وتوزعت مجموعات، متبقي 7 منتخبات هتطرد من 14 فريق أو 7 مباريات هتبدأ الليلة بالسودان وليبيا، ونحن برضو في مجموعاتنا برضو ثاني إذا ان شاء الله ربنا يحقق لنا التأهل اليوم. حنكون برضو في لبنان وجيبوتي يلعبوا مع بعض عشان يشوفوا الفريق الصاعد برضو منهم لمجموعتنا اللي هي فيها مصر والجزائر حتى الان. نتمنى التوفيق للسودان، وكمان بعد ذاك يعني نشوف المباراه الثانيه. المنتخب الوطني طبعا وصل مبكرا للدوحه القطريه، تم استقباله بطريقه كويسه، عمل اعداد كويس جدا للمباريات للمباراه دي، وتدرب امبارح في المؤتمر الصحفي تحدث المدرب فلت وكذلك برضه الكابتن الشغيل، ووضحوا الجاهزيه الكامله لاداء هذه المباراه، ومحملين بمعنويات كبيره جدا ومدين المباراه اهتمام كبير و معنوياتهم عالية، وفي حتى في تدريبهم الأخير من اليوم التوفيق إن شاء الله المباراة الساعة 7 بتوقيت السودان، منقولة في القنوات المفتوحة لبين سبورت والكاس، وشايف في برضو في قنوات محلية ربما نسقت يعني مع القنوات الدوري والكاس في نقل المباراة، بالتوفيق إن شاء الله لسبورت جيليان في هذه المهمة. برضه يمكن محليا بالامس كان يعني جدا من الخرطوم، وشهدت مدني تم تعبين الاستاذ الرياضي الراحل المعتق عبد المنعم عبد العال في ليله يعني كانت شامله جدا، بدات من العصر بلقاء الهلال ومنتخب شباب الهلال ومنتخب الشباب مدني، وثلاثة برضو مباراة ثانية بين العملاقين الأهلي والاتحاد، كانت برضو في استاد واد مدني بحضور جيد جدا من وقت كبير مشى من هنا ومن اللجنة العليا للتعبين برئاسة سعد الفريق حطبة ومحمد الطيب والأستاذ شجرابي إسماعيل ومجموعة من الرياضيين والأستاذ عبد الرحمن صالح ومجموعة كبيرة جدا من الرياضيين مشوا من هنا تحركوا، برضو القنوات الفضائية كانت حاضرة يعني لهذا التعبين، وبعد ذاك توجه الجميع إلى نادي المدينة وإلى منزل الراحل وقدموا العزاء، وبحضور والي ولاية الجزيرة الدكتور كنان وكذلك وزير الشباب والرياضة حكومة الجزيرة كلها والرياضيين واتحاد مدني لكرة القدم والأندية الرياضية، كل الناس كانوا حاضرين ورابطة الصالحية والمغتربين برضو كان عندهم حضور مهم، كانت يعني ليلة استثنائية ردوا فيها للراحل المقيم جزء من ما قدموا للرياضة السودانية ورياضة الجزيرة،
إن شاء الله يعني هذا التعبير له وما بعده، ونسأل الله له القبول والرحمة ربنا بإذن يرحمك الله. والله إن شاء الله. والتحية لكل أهل مدني، مدني الثقافة والفكاهة والمسرح وإذاعة مدني، وناس مدني الرياضيين والممثلين والفنانين وأصحاب السياسة اللطيفة اللي بالذوق، مدني لها مميزة يعني. صحيح والله، يعني ودي كلها يمكن الفئات دي كانت مشاركة بأمانة، مشاركة كبيرة جدا في هذا التعبين، لأن هم متكاتفين جدا زي ما ذكرت، وكان كل هذا الاحتفال والتعبين والمباريات اللي اتلعبت منقولة على إذاعة مدني على الهواء مباشرة في كل الزمن الاحتفال للتعبين، يعني من العصر بصوت الزميل الأستاذ سامع الحسين وكل المجموعة، وبعد ذلك لغاية المساء بإذن الله. نتمنى لهم التوفيق في رياضتهم وتعود مدى الكيرات الأولى الأهلي والاتحاد إلى الدوري الممتاز زي ما وعدوا، وزي ما تحدث برضو يعني من نائب رئيس اتحاد السودان كرة القدم الباشمهندس بعنيف في الاحتفالية، وقال يعني هذه الاحتفالية المفروض يعني تتوجه بعدها لحضور ويعني مدني في منافسة الدوري الممتاز من جديد يعني، وإن شاء الله لهم التوفيق. إن شاء الله. نعم عالميا يا بشار، طبعا هذه الأيام بطولة أوروبا وكوبا أمريكا، يمكن البرازيل تمشي بطريقة كويسة جدا في بطولة كوبا أمريكا، فوز كبير جدا على بيرو 4 أهداف دون مقابل، وأصبحت إن هي ناوية إن تشيل بطولة أوروبا هذا العام وتلعب برضه في كأس العالم بطريقة ممتازة جدا الأيام الجاية دي، والبطولة برضه أظهرت فرق أمريكا الجنوبية بطريقة كويسة، طبعا 10 منتخبات دايما بيلعبوا البطولة دي، ومصر 10 وبيتنافسوا في نهائيات كأس العالم برضه، بيتأهلوا منهم دايما 6 في اللي هي نهائيات كأس العالم. برضه يمكن دي كوبا أمريكا، بطولة أوروبا برضه بعض المباريات تمشي بطريقة كويسة جدا في الأيام الماضية دي، ويوميا ناس بتستمتع بأداء مميز جدا للمنتخبات الأوروبية. شكرا لك يا شكرا أستاذة جزيلا بسمات، محمد، نحييك ونحيي المستشفى اللي غنى شكرا تنمية. جزيلا. مشاهدينا الأعزاء، مستمعينا الأفاضل، متواصلين معكم عبر أثير BNFM 91، أهلا ومرحبا بكم.